اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. النهارده امام مسجد عمر مكرم لتشييع جثمان نقيب المحامين الراحل المستشار رجاء عطيه. طبعا المستشار رجاء عطية هو النقيب 26 لنقابة المحامين، ظل نقيبا لها لمدة 737 يوم، خاض الانتخابات 3 دورات وفاز في الرابعة بفارق 9660 صوت، ولما توفى برضو وهو بيمارس مهنة المحاماة أثناء حضوره محاكمة محامين الجيزة، وأطلقوا عليه شهيد المحاماة. احنا النهاردة في انتظار خروج جثمانه من مسجد عمر مكرم في جنازة زي ما حضراتكم شايفينها كده مهيبة، كتير كتير من المحامين والقضاء والمستشارين. يخرج حاليا الجثمان من المسجد
وسط الزحام والكثير من المحامين زي ما حضراتكم شايفين. الفوف وعلم مصر يخرج النقيب الراحل رجاء عطية من مسجد عمر مكرم. لا إله إلا الله. حضراتكم شايفين خرج جثمان نقيب المحامين مستشار الدكتور رجاء عطية من مسجد عمر مكرم إلى سيارة نقل الموتى متجها إلى مقابر العائلة أكتوبر. زي ما حضراتكم شايفين كده جنازة حاشدة جنازة مهيبة ودع بها المحامين نقيبهم مازال البعض حوالين لسه العربية في وداع أخير. طبعا شايفين ما شاء الله الأعداد المحامين القضاء اللي جايين يودعوا أستاذ الدكتور رجاء عطية نقيب المحامين الراحل. عندما ترى رجل يبكي اعرف ان المصيبة كبيرة، حزن كبير طبعا طبعا.
على رحيل مستشار الدكتور رجاء عطية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا لو تيجي معايا يلا. حرام على ابن المحكمة وابن المحكمة ايام من العام وعمل ابن المحكمة مرة اخرى العديد من زي ما حضراتكم شايفين رغم انتهاء الجنازة لسه كتير من المحامين والقضاة واقفين مكانهم. رحل النقيب وستبقى رسالة المحامين ونقابتهم وهي الدفاع عن الحق. محامين ودعوا نقيبهم ومنهم من دعا ومنهم من بكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتم تعيين النقيب طبعا. كم الدعوات كم الدعوات اللي في التعليقات يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. المحامين لازالوا امام المسجد بعد فراقهم للنقيب. لسه وان اتوبيسات نقابة المحامين في رحلتها إلى مقابر الأسرة بأكتوبر
وداعا رجائي عطية، والذي حرفيا ظل يدافع عن الحق وعن زملائه حتى آخر لحظة. توفى في المحكمة وهو يدافع عن عدد من المحامين في إحدى القضايا. الله يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. أنا أسامة طلعت، كنت معاكم من أمام مسجد عمر مكرم لتشييع جثمان نقيب المحامين المستشار الدكتور رجائي عطية. شكرا لكم.